تصور مستعجبك اللي هي الاحتفال بالذكرى 60 للجلاء الزراعي والعيد الوطني للفلاحة. نعم. البارح وبشارع الجمهورية نعم تم افتتاح نقطة بيع المنتج المستهلك بسويم تقارب أسويم الجملة. هات نسمعوا إكستري من الحاضرين غاديك إشني يحكيوا. مجمع الميني المشترك الخضر حبينا نوصله معناتها الانتاج الخضر بأسعار تفاضلية كيما يبيعها الفلاح كيما ياخذها المواطن، معناتها أسعار ناقصة 15-20%. هاكم تشوفوا في الفلفل ب 16%، الطماطم ب 18% بارابور الأسواق للبرة، والأسعار متاعنا معناتها تتحط بطريقة معناتها مدروسة معناتها. نعم. هذه الاسعار الاسواق يقول لي اهم حاجه ما حكايش اللي هي نحكيو على خمسه العلوش يخدم 250 حتى 55 دينار البر، البارح تباع ب 37 دينار. اي كاليتي باهيه. نحكيو على الاسماك ما تعرفش مغروم بالحوت انت ولا؟ اي بالطبيعه. نجي نسال في السياح اللي مغروم بالحوت ولا عطينا زاد. اذا نحكيو على اللوراتا 17 دينار، القاروس يخدم ب 18 دينار. انت ما تغليش عاد. مش غادي نعطي في الاسواق. اي ما تغليش. مانيش قاعد نغلي خلينا نبيع فيها، نمشي في الاسواق نتاع العبيد. والاسواق معناتها بلوز موا معناتها اسواق معقوله، نتمناو التجربه هذه تتعمم. علاش؟ لانه البارح صار ازدحام كبير، معناتها انا شفنا الفيديوهات اللي تهبطت معناتها على التلفزه الوطنيه واللي هبطوا في بعض المواقع الرسميه، صور باهيه والناس مواطنين، اما راهو الصور اللي هبطوهم حتى على الفيسبوك بتاع التدافع نتاع المواطنين والناس بالحق راهي حابه تشري. أي. التدافع هذاك باش نقضيو عليه، ان نعموا نقاط البيع هذه تكون موجوده ان شاء الله في برشا بلايص اخرين، كي تكون موجوده تنجم المواطن على الاقل يشري بسوام تفاضليه، اسوام معقوله، معناتها ماناش طالبين انه باش ياخذ، خاطر كمان الفلاح يزمو يربح. حتى التاجر يزمو يربح بالطبيعة. اما زاد والمواطن يزمو ياخذ بسوم معناتها معقول، ولو انه الحكايه هذيا ما تنجمش تصير مع اللوبيات اللي انا نعرف وانت تعرف وبرشا من اللي قاعد يسمعوا فينا، ما تساعدهمش لسوم كيما هكا تتعمم على الناس الكل. في المعرض هذا قبل وزير الفلاحه السيد عبد المنعم بالعاتي وحكيوا معه عديد المواطنين على العلوش العيد، هل فما اجراءات؟ قالوا لهم قريبا جدا باش يكون فما اجراءات. شنو هي بالضبط؟ مازال ما نعرفوش، اما قريبا جدا ان شاء الله باش يكون فما. ما نجمش نقول يعني اجراءات للحد من غلاء سعر العلوش، ممكن يا اما الحد من سعر العلوش يا اما باش يكون فما توريد تضحيات، انا ما نجمش نتكلم في بلاصه معناتها ما عنديش المعلومه. أي. اما راهو قريبا جدا فما اجراءات ان شاء الله باش تكون، ان شاء الله تكون باهيه هذه الاجراءات ان شاء الله. نتمنوا على كل. نمشيو للحاجه الثانيه اللي هي تفكيك شبكه دوليه للمخدرات تبييض الاموال ومحجوزات بقرابة 8 مليارات. نسمعوا الناطق الرسمي البارح شنو يحكي على العمليه الامنيه هذه. نفذت بين البارحة واليوم إدارة الشرطة العدلية بالجورجاني وخاصة إدارة فرعية لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الفرق المركزية لمكافحة المخدرات والفرقة الجهوية بسوسة نفذوا عملية نوعية تتمثل في أنه تم إحباط إدخال شحنة كبيرة من المخدرات حوالي 3000 صفيحة من مخدر القنب الهندي الزطلة، معناتها فما حوالي 300 كيلوغرام ويمكن حوالي 25000 من القراص المخدرة، كذلك بعض المصوغ والمجوهرات والساعات الفاخرة، كيف المبلغ مالي هام وعدد من المنقولات والسيارات. تم على اثرها الاحتفاظ بتسعة اشخاص ضالعين في هذه الشبكه. هي شبكه دوليه تنشط ما بين عدد من الدول، دوله مغاربيه وزوج دول اخرين اوروبيه. هذا تقريبا تسعة اشخاص، يعني شبكه كامله تسعة اشخاص هذا مظهرين في التصوير. اي لان تسعة اشخاص ما نجموش يجيروا، معناتها نحكيو على 8 مليارات. لو الاخطر من انهم دخلوا معناتها للمخدرات ودخلت تونس، الاخطر انهم قادوا في سيركوي جديد اللي هو لتبييض الاموال. عرفتك الساعات الفاخره اللي ترى فيها هذيك واللي يقول لك اللبسه والمنقولات والعقارات وكذا، كل هذيك تمثل حاجات معناتها هذيك الخطر الكبير، لانه هكا تجار المخدرات قاعدين يتعاملوا. التصويره معناتها في التصويره تراه انه رجل اعمال ويخدم وكذا ولا يعيش في نمط حياه معناتها من طريقه معينه. يعني كيف تراه ما تشكش فيه مثلا؟ مش ما تشكش فيه، تقول السيد عنده فلوس. مي هو ريال مول الفلوس هذيك راهي فلوس تاع مخدرات. هو ساعات بعض ناس هكا متهمين وكذا وظهر عليه اللي هو عنده برشا خبث. ما نعرفش ما نخلص في الامور هذه. صباح النور ذي. صباح النور سي العبيد باش نهويلك. اهلا اهلا ذي الكريفي، مرحبا بك. حبيت نخلط نعلق على الموضوع هذا. اولا كنت في عطله لبضعه ايام، مرحبا بك. انا الف شكر. مرحبا.
بون الموضوع نتاع المخدرات موضوع البارحه 3000 صفيحه نتاع قلنا بهندي، الصفيحه الواحده راهي سومها 2500 دينار زملين ونص، يعني هذاك علاش هي المبلغ الكل وصل 7 مليارات. هو المبلغ 8 مليارات هو المبلغ نتاع المحجوز الكل كومبري، معناتها العقارات وكل شيء والمناقل والمسوق. انا ساعدنا نتساءل خي شنو ماشي في بالهم، الامور بصعيبه فماش ديوانه. سير حبيب انا حضرنا الموضوع البارح، وانا لي التصريح نتاع فكر بوزغير نقد الرئيسي فكر بوزغير نقد رسمي وزاره الداخليه كان معناتها مع عبد الله اللي تعدى في الاذاعه الوطنيه البارح العشية هذاك في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإدارة العامة للشرطة العدلية في الجورجاني. الشبكة هذه شبكة دولية تنشط ما بين بلدان أشقاء، وتونس هو طرف يعني فما توانسة ويتقابلوا في البحر باليوت ويوزعوا يبدلوا السلع من بيناتهم. عندهم يخوت حسين، عندهم يخوت. اي نعم، هو ثم دي دوكيومنتير كان وريك المصدر الاصلي اللي هو يخرج من الناس كل تعرف من المغرب بالهليكوبتر بجيت سكي وحاجات اخرى، ناس متطوره معناتها فاتوا الدول اصلا، عندهم اجهزه نتاع تليفونات يتصلوا بالقمر الصناعي طول معناتها ما يدخلش مع ريزوبيراتور تونيزيان معناتها ما شبكه دوليه. هذيك اش قالوا الاتصالات اللي قاعده تصير بيناتهم اتصالات معناتها متطوره لدرجه انه حتى الاعتراض نتاعهم القوات الامنيه وراه على فكره 4 أو 5 شهور قاعدين يخدموا معناتها بشهر صدوهم باش نجموا توصلوا لايقافهم. على كل ان شاء الله ما تطلعش هذيا كما نقولوا الجليد معناتها هذيا ما تطلعش جبل معناتها اللي مخبي جليد كبير ياسر من العلاقات. جايينهم هذوما كل جايينهم. اكبر تجاره في العالم هي تجاره المخدرات ومن بعد يجي السلاح. ان شاء الله ربي يسرنا منهم الزوز، ان شاء الله ربي يبعدنا عن المشاكل هذه الزوز ان شاء الله. نرجعوا للواقع حبيبه، مش نحكي المره هذه على حاجه ممكن شويه ما تعجبكش، اللي هي حكايه الناس اللي تبيع في التلافز، هذيك تبيع في الكسرونات وكل الحكايات وتبيع في المعون. تبوا هذيك ان شاء الله ربي يعينهم الناس تخدم الارواح، لانه التلافز ما عادش خالته بالحق ماهمش خالتين. ممكن هذيك الطريقه باش نجموا يبيعوا، لانه حتى في قنوات فرنسيه وامريكيه الشيء هذا موجود قاعدين يخدموا به. تبقى فم مشكله اخرى تو، فم متلازمه اللي هي سندروم نتاع الحاجه المغربية مسمين، اللي هي معناتها نوع من ما نقولش بيع الوهم، ما بيع من أنواع أخرى معناتها من الشعوذة أو السحر أو شيء كما هكا. وذي ممكن كان محل برشا تندر متوانسة برشا برتجيه الكلمة ذي على مواقع التواصل الاجتماعي. شوف انت واحدة بركة مرأة بركة مش بسميها، هي مغربية لما واحدة مغربية عملت باساج معناتها في 3 أو 4 قنوات كبيرة نعرفها تحكي تقريبا في نفس الموضوع. الناس ما ديزيك هذيك تدفع في فلوس له باش تتعدى، اللي هو ريبورتاج إشاري باش مدوم بالقانون مكتوب اللي هو تقرير إشاري. اما راهو المشكل مش في التقرير الاشاري، خاطرنا نذكر حبيب حتى وقت قريب انا على الاقل نحكي على حاجه نثبت عليها، نثبت انه كان ممنوع الرهان الرياضي يتعدى في التلفزه الوطنيه، كان ممنوع الدخان يتعدى في التلفزه الوطنيه، المشروبات الكحوليه ممنوع الاشاره بتاعها يتعدى في التلفزه الوطنيه. اما لهنا نوصلوا انه الروجو للسحر والشعوذه. نسمع كلك اكستري وبعد كده نرجع لك حبيب، كان عندك تعليق على الموضوع هذا. فما حاجة تحطها في ساكك ولا في شتوشك تجيب لك الرزق تسهل لك الأمور؟ فما برشا حاجات عندنا، لبنتكر هذايا نحطوه فوق كل حلقة يكون مكتب، لبنتكر نحطوه في الكوانات نحطوه فوقنا في جيابنا نقضوا به قضيتنا الكل، أي قضية حاجتي بها نهزه مزيان نستباركوا به وفي نتيجة مزيانة الكل. عندنا الفاسوخ كيف فاسوخ مغربي، هذا موجود كان في المغرب، الفاسوخ الوسقي. وشني أحسن بخور باش العتبة تولي مبروكة؟ عندنا برشا بخورات، هما برشا تم حاجات نعملوه مثلا كيما هذا ما نجموش نعملوه مثلا في عتبة تبدا ريحته قوية ما تنجمش تعمليه قدام العباد، لازمك تعمليه في دارك وحدك والكل. وتم حاجات نعملوهم في العتبة عادي، منا يفوحوا ومنا يعملوا النجل. فما سؤال شريفة بعثهن من واحد من المتابعين متاعك، نحب نعرف ساعة هذا بعض معناتها من اللي لانه مش خاصه بمنشط بركه، منشط انت فما اشياء تجد عليك؟ مش تجد عليه، فما ناس تجد عليهم حبيبي. لا نحكي عليك انت. ليه معناتها انا نحكي على روحي لما يجدوش عليه الحكايه هذوما. حتى انا. ممن بربي وممن اللي فوق بالعلم، حي الله والعلم. وان شاء الله الساده المستمعين اللي يتبعوا يفيقوا معناها. فلا هذيك ما يصدقوش كل شيء. المشكل يا حبيبي انا قلت لك راه انه قاعد يتروج لهم حاليا وفما ناس تتبع فيهم ومادامها موجوده في برشا قنوات معناتها عندها برشا متابعين. برشا ناس قاعد تتبع فيها وتجيها وكذا ويقول لك شوف النجاحات، شوف الناس تزغلت في البيرو نتاعك وشوف الناس تشكر فيك على الفيسبوك وشوفنا كذا. هذه كي نربطوها بحاجه حكايه أخرى. الفيسبوك تنجم تكون عندها فريق يشتغل معاها باش يروج الدعايه نتاعها. تبقى راهو خايبه معناتها ما نحبوش ننشر الجهر، معناتها من نشر الجهر راهو حاجه خايبه. كتصير مثلا مره مع واحد كهو ممكن مره باش تعيش قناه بنشر الجهر تولي ظاهره غريبه. هني قلت لك هي ولات متلازمه، ولات سندروم معناتها سندروم الحاجه المغربيه. على كل بعد الميتيو ان شاء الله عندي ما نكمل في الموضوعات.